الحاجات اللي هي مهجنة في الزواحف، في صور تانية اتسجلت في الحضارة، في الزواحف برضو، في الزواحف، في يعني الحضارات القديمة. خليها بس ثواني، الحضارات القديمة وثقت وجود الريبتيليانز، زي مثلا في أمريكا الجنوبية إن هم كانوا بيحكموا في بعض حقب، أو كانوا بيعتبروا آلهة في أمريكا الجنوبية. لكن هذا النوع غير مرئي، غير مرئي للبشر. وهنتكلم ليه؟ لأن هم من كائنات اللي هي في البعد الرابع، البعد الرابع اللي هو يتخطى مجال ترددات حواسنا ورؤيتنا. فهم يعتبروا من أنواع اللي هي جن، من أنواع الجن اللي في البعد الرابع، اللي هي لا ترى بالعين المجردة، لكن ممكن استجلابها بطرق شيطانية، بتستجلب بطرق شيطانية وبتتلبس، يعني ممكن تتلبس، ممكن تتمثل في أشكال، يعني ممكن تتمثل في أشكال آدمية. دي حاجات حضارات، يعني ديت الحضارات اللي سايبه الصور دي وفقا لرؤيتها وفقا وهم لتصورها. دلوقتي في وثائق ان هم بيتعاملوا مع الريبتيليانز وطريقة استحضارهم وكذا، لكن هم كائنات غير مرئية. يعني في كلام عنهم بيحضروهم يعني. ايوه. النقطة بقى ليه احنا ذكرناهم، سامي. يعني انا عايز اقول ان الكائنات اللي من اصل فضائي فوق، او المعروفة بالنسبة لنا طبعا لدراسات كتير ممكن نفتح فيها قوي، بس اللي انا عايز اقول ان هم 22 نوع اختارهم، او المتعلقين بالارض، هم الريبتيليانز والجريز. الجريز اللي هم الرماديين، والريبتيليانز اللي هم الزواحف. احنا ممكن نجيب موقع مجرة الموقع ال الفا دراكونيس، يعني موقع الريبتيليانز وموقع جريز من الكوكب بتاعنا، برضو موجوده الخريطه وكده. المهم الزواحف دول اساسا بيسكنوا نطاق اسمه الفا دراكونيس. والجريز اللي هم الجريز او الرماديين اللي هم الحضارات اتعاملت معاهم، ودلوقتي الحكومه الامريكيه بتتعامل معاهم، وهنشوف التقنيات اللي هم خدوها منهم. الجريز دول بيسكنوا عامة في نطاق اسمه أوريون. نطاق ده فيه كواكب مختلفة، أوريون، زيتا، بيلتريكس، يعني فيه ثلاث أنواع، أوريون، زيتا، بيلتريكس. مش ده المهم بالنسبة لنا، لكن المهم بالنسبة لنا إيه؟ إن الزواحف يفوقوا قوة عن الرماديين. الزواحف دول بيعملوا، يعني هم زي الشياطين كده، بيغزوا الكواكب وبيغزوا كذا، ويعني بياخدوا بيسيطروا على الشعوب وكذا وكذا وكذا. المشكلة إن الزواحف دول غزوا الكواكب بتاعة الرماديين، جابوا، لأن الزواحف دي كانت في فترة معينة كانت بتعامل كآلهة على الأرض وبيتم استجلابها، جابوا فصيل من الرماديين، والرماديين مرئيين بالنسبة لنا. الفصيل الموجود عندنا في جوف الأرض ده فصيل مهجن، فصيل مهجن، وهنشوف في فيديوهات بعد كده تشريح وكذا، إن هو لا يملك، ما فيهوش أجهزة تناسلية، لا معدة ولا تناسلية ولا أي حاجة خالص. فدول الموجودين مهجنين. عشان كده لما شرحنا الاتفاقية بتاعت جريادة اللي عملتها حكومة الولايات المتحدة الرسمية مع الجريز، إن يتم التبادل التقني معهم في مقابل إن الحكومة نفسها هتسلم لهم أفراد مختطفين بيجروا عليهم تجارب، بياخدوا منهم حمض نووي، لأن بالفترات بآلاف السنين الحمض النووي بتاعهم حصل له اهتراء، انهم بيتكاثروا بالتناسخ، بالاستنساخ قصدي، فبياخدوا من الاحماض النوويه. ساعات بيعملوا تجارب على اناث بيزرعوا لهم اجنه، وعندهم اسلوب ان هم يفقدوا الذاكره الواعيه للاشخاص بعد اعادتها، وده كان من ضمن احد بنود اتفاقيه جرياده، ان هم يتم اعاده الاشخاص اللي بيتم اختطافهم، لكن هم تعدوا ده بقى بكثير. طيب احنا خلاص بقى نقفل ده عشان نخش على ايه، احنا الوقت بقى قليل اللي عندنا فاصل.